تحية لكم وتحية للجمهور ديال جريدة العمق. سعد سوري ما غابرش، سعد سوري موجود حي يرزق. كنظن كاين غياب في على مستوى التلفزيون وعلى مستوى السينما، ولكن الحمد لله جيتوا حضرتوا معنا في التصوير ديال واحد الشريط سينمائي مطول. علاش قلت لك ما غبرتش؟ انا موجود دائما، يعني كنشتغل في المسرح اللي تلقى فيه ذاتي، تلقى فيه روحي، تلقى فيه بزاف ديال الحوايج اللي بالنسبه لي هما من الاوائل، يعني المسائل الاساسيه للممثل هي داك الروسيكلاج. لان المسرح ملي كتكون سيرسان كاين الحركه، كاين الوقفه ديال المسرح، كاين لي ديبلاسمون. دونك الحمد لله هذه المساله هذه ما توقفتش فيها، دونك انا موجود. اعلاميا انا بصراحه انا تنخلي الاعمال ديالي اللي تتكلم عليا اكثر. انا ما يعني انا شويه ان بو ريزيرفي، فهمتيني؟ كنفضل ان الاعمال ديالي هي اللي تتكلم عليا بلا ما ندير ديك الضجه الاعلاميه، ولا نمشي انايا مثلا نتصل بالاخوان. بطبيعه الحال الشكر لهم الاخوان الصحفيين لانهم هي جزء منا احنا كفنانه، ولكن غير انا شويه عندي واحد طريقتي هذه في التعامل مع راسي ومع الاعمال ديالي، هذا هو اللي كاين. فهذه واحد تجربة متميزة، واحد ظاهرة صحية. كنتمنى أن ما نبقاوش نقتصروا على المدن الكبرى، طنجة، الدار البيضاء، مراكش، الرباط، يعني بعض المدن الصغيرة هي من حقها أننا نجيو نصوروا عندها. وكاين فيها مناطق زوينة، كاينين الناس باقيين مزيانين، الناس اللي تلقينا واحد الترحاب لا يتصور من الساكنة ديال تيفلت. جاهم ان بو بيزار او ديبي، يعني كيقولوا واش هذا الشيء شنو واقع، ولكن من بعد تاقلموا معنا ولاو حتى هما يا حافظين كيتسناونا في المواقع اللي غيكون فيها التصوير. الناس ديالهم ساكن اللي يعني اي حاجه طلبتيها كتلقاهم موجوده. بطبيعه الحال كنوجه واحد الشكر خاص هنايا من المدمر ديالكم السي عبد الصمد عرشان. بطبيعه الحال هو صديقنا وصديق الفنانه اللي حتى هو يعني كاع المتطلبات ديالنا الحمد لله وفرهم لينا، والناس اللي تعاونوا معنا ديال السكينه ديال مدينه تيفلت كامله. الجديد ديالي هو هذا الشريط السينمائي مع نخبه من الممثلين المغاربه. كاينه لالا فضيله بن موسى، فاطمه خير، بن عيسى الجراري، الاخ والصديق سعيد ايتباجا وعبد ربي، وبطبيعه الحال الاخراج ديال الاخ والصديق فريد الركراكي اللي غيقول الكلمه ديالو مستقبلا ان شاء الله، لانه غيكون مخرج متميز ان شاء الله، ومجموعه من الوجوه الشابه ان شاء الله حتى هي اللي غادي يعني غيكون عندها ظهور في هذا الفيلم هذا. فكيفاش جاتنا الفكره اننا ندير واحد العمل سينمائي؟ احنا الحمد لله هاد الاخوان اللي قلت لك كنا كنشتغلوا في المسرح واحد المده زمنيه، فما بقيناش اصدقاء، ولينا عائله، ولينا احباب، ولينا اصدقاء. كنديروا جلسات متواصله، لقاءات كذلك متواصله. ففكرنا ندير واحد الشريط سينمائي اللي هو اوتو برودكسيون، يعني مازال ما يعني بالدعم الخاص ديالنا بطبيعه الحال. والحمد لله لحد الساعه احنا متوفقين فيه، ولقينا واحد المجموعه اخرى جميله جدا هما لي تكنيسيان وكاع الحمد لله ليكيب تكنيك ولا ارتستيك في هذا العمل هذا بحال عائله. وكنظن انكم انتم لاحظتوا هذا الشيء هذا ملي جيتوا، كل شيء اخوان، كل شيء اصدقاء، ما كاينش حتى باترونيت، ما كاينش، كاين الاحترام المتبادل. لان ما كيكون واحد الاحترام كتحترمني كنحترمك كنزيدوا لقدام، فهمتيني؟ دونك ولينا حنا بحال واحد العائله زوينه كنشتغلوا في صمت، وكلنا عندنا واحد الهدف معين هو اننا نخرجوا بواحد الفيلم اللي يروق للجمهور الكريم. فكنشكركم بعدا انتم يا كموقع،
كان بكون معكم صريح، يعني انا ماشي ما كنتابعش بزاف المواقع، ولكن بعض المواقع اللي كنشاهدها علاش؟ لان عندها مصداقيه، عندها الناس اللي ما تديرش البوز من اجل البوز، كتعطيك الاخبار يعني الصحيحه، كتعطيك احداث مزيانه. تبارك الله عليكم والله يوفقكم، وكما قلتها قبل طالوا راه نتوما جزء منا وحنا جزء منكم. بارك الله فيك وشكرا لكم على اللقاء.